نكمل اليوم دكتورة اللي تحدث، خلي معلش نأجل الكلام بعدين تسمع المحاضرة وبعدين نعمل فترة للأسئلة والملاحظات. طيب إحنا المرة الماضية كنا نحكي عن دور الإعلام في التنمية، فمن أجل هذا الكلام أنا بدي اليوم أبحث معكم في هالموضوع اللي هو دور في أدوار مختلفة للإعلام في التنمية، وتحديداً نحكي عن شو هي الأدوار اللي بتمارسها الإعلام في التنمية على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن العربي بشكل أساسي. أنا أخذت لكم واحدة من الدراسات الأساسية اللي بتتحدث في هذا الموضوع واللي هي بتتبع للمركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والبيئة. هذه دراسة كثير مفيدة وبتعطي جزء أساسي بتحدث فيها كمان عن الأردن. هاي بس أنا بدي أعمم هلأ، ما بدي أحكي عن تجربة الأردن فقط، بدنا نحكي عن الموضوع بشكل عام. الإعلام أصلاً معروف إنه هو دوره إنه يزود الناس بالأخبار، صح ولا لا؟ بس لازم نتأكد إنه الأخبار اللي بنحكي فيها سواء بنحكي بتنمية أو بغير تنمية بشكل عام، لابد أنها تكون يعني أخبار صحيحة، المعلومات سليمة وفيها فعلاً حقائق أكيدة، وبتكون الهدف إنه نكون رأي صائب عند متلقي هذا المعلومه او هذا الخبر الاعلامي. طبعا ضروري بما انه احنا بنشتغل على التنميه انه نركز على المشكلات التنمويه بشكل اساسي، واللي هي ضروره حتى انه بالاعلام احنا كمان في هدف اخر نفكر فيه اللي هو موضوع عمليه الاقناع. فانا في عمليه الاعلام في الاعلام انا بدي اركز على كيف بدي اقنع الاخرين. يعني ممكن يكون انت عم تتعامل مع ناس كأنت كإعلامي تنموي عم تتعامل مع ناس مثلا لا يؤمن في التنمية من أساسه أصلا، كيف بدك تغير هاي القناعات؟ هلا اللي بيغير هاي القناعات يمكن شخص طرفين، طرف دوره اللي هو زي المحاضر، زي يعني في دورنا احنا في الجامعات لما بنعطي محاضرات في هذا الموضوع في قسم دراسات التنمية، الطرف الآخر اللي هو مؤمن في الرسالة زيكم انتم كطلاب مآمنين بهاي الرساله سواء اشتغلتوا او لسه ما اشتغلتوا، زائد الاعلام هذا الطرف الثالث، الاعلام اللي هو اللي بتصدى للقضايا التنمويه. طبعا احنا هنا اذا دورنا في الاقناع بيكون عن طريق ايش؟ عن طريق اني بدي اعطي معلومات حقيقيه، بدي اقدم حقائق وارقام واحصائيات، واللي هاي غالبا عشان هيك انتم اخذتوها في واحده من المساقات اللي هو الاحصاء التنموي. غالبا انت معني في إنك تطلع على إحصائيات تنموية بيقدمها غالباً مين؟ الأمم المتحدة أو الجهات المعنية في المكان اللي أنت بتعمل فيه. على سبيل المثال إذا أنت في الأردن إيش دائرة الإحصاءات العامة مثلاً في الأردن شو بتحكي؟ إذا كنت في بلد تاني أيضاً شو المنطق خلينا نقول الرسمي، الجهات الرسمية شو بتقدم من أرقام؟ وعندك الجهات الدولية اللي قلنا عنها الورد بانك، البنك الدولي، الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة. هذه بشكل أساسي. طبعا هذا الإشي بيتم من خلال إشي بنسميه اللي هو الاتصال الجماهيري. طبعا الإعلام له دور في إنه يعمل على التنوير وتثقيف الآخرين يعني خلينا نقول بمجالات التنمية، وطبعا حسب بتعامل مع فئات مختلفة من الناس، فبدي يفكر بمين هن الفئة المستهدفة، مين هن العقول اللي بده يعني يعطيهم هذه الرسالة، وكيف بتم يعني توجيه هذه المعلومة لغاية أو من أجل المصلحة العامة، حتى نركز على أنه يكون في جيل بيؤمن بالتنمية، ويعني خلينا نقول موضوع اللي هو بنسميه التماسك الاجتماعي والثقافي اللي هو بنقول تراث ثقافي من جيل إلى جيل، ولكن إحنا بدنا نركز على التماسك الاجتماعي بأنهم هن بدعموا هذا الموضوع مأمنين فيه، وبالتالي الجماهير وكيف بدنا نفكر في إنه هاي الجماهير تعطى المعلومات الأساسية اللي بتخفف عن منهم أي مشكلات ممكن هن يعانوا منها. فأنا ممكن أشتغل إذا كنت أنا معني في الإعلام التنموي نشتغل على موضوع الاتصال الجماهيري، وأخذ يعني أفكر بوسائل مختلفة في الاتصال الجماهيري، منها موضوع الدعاية والإعلان، وممكن التعليم زي ما إحنا هلأ عم نعمل، ممكن العلاقات العامة، يعني لما أنت بتعمل على اتصال شخصي مع جهات معنية في عملية التنمية،
ودورك في انك تنقل هاي المعلومات من خلال عمليه اجتماعيه محدده اللي هي بتتسم بالاتصال الجماهيري. الجماهيري هون عم نحكي عن الاتصال اللي بيتم مع فئات كبيره في المجتمع، فما عم نحكي عن فرد وفردين، احنا عم نحكي عن مجموعات كبيره. وبالتالي بيتم العمل على نقل المعلومات اللي بتتعلق في التنميه، تثقيف هدول الافراد في المجتمع وتوعيتهم بشكل مباشر او غير مباشر، طبعا حسب وسيله الاعلام وحسب الهدف اللي احنا عم نشتغل عليه. هلا ممكن الاعلام يكون بيشتغل على موضوع محاربه، خلينا نقول صور ذهنيه معينه، ممكن تكون صور نمطيه، مثل ما بصير في موضوع مثلا اللي بياخذ عندي ماده الجندر، انه في صوره ذهنيه معينه في البناء الذهني او الجندر، كيف بيتم النظر للمراه والتعامل معها في المجتمعات حسب العادات والتقاليد وحسب الصوره النمطيه السائده، واللي غالبا بتكون يعني لا تتماشى مع الواقع أو المطلوب أو الهدف المطلوب إنه نشتغل عليه من حيث تنمية وترقية والعمل على يعني ضرورة حفظ المساواة، خلينا نقول بين الرجل والمرأة. هلا هذا موضوع إذا دور الإعلام كتير كبير فيه. موضوعات أخرى ممكن نشتغل عليها في الإعلام ممكن يكون لها علاقة في تغيير قناعات معينة، ممكن محاربة الإرهاب، ممكن موضوع التوعية اللي بتتعلق في الجانب الاقتصادي، فأنا ممكن أشتغل على ترشيد الاستهلاك والتنمية على سبيل المثال، بأنه أحس خلينا نقول المستهلكين كيف إنهم يتعاملوا مع البضائع اللي بده يتم انتقائها والسلع المختلفة، التأكد من إنه ثمنها مناسب، إنه هي يعني فيها جودة عالية، إنها بتناسب كل مداخيل الأفراد، وبالتالي يعني بتفي بحاجات الأفراد بطبقات مختلفة. هلأ أنت كشخص بيعمل في الإعلام التنموي، إذا تقلدت أو القائمين على هذه المهمة أو هاي المسؤولية، بيكون لهم دور. نتذكر دائما أي تنموي أي إعلامي تنموي بيكون له دور قيادي، وهذا الدور بيتركز بأنه كيف يفكر مين هن الأفراد أو الطاقم اللي بدي يشتغل معه في العملية هاي الإعلامية التنموية، لأنه أنت لحالك ما بتقدر تشتغل، يعني إحنا بنقول دائما يد واحدة ما بتزقف، فحتى لو عندك أنت الفكرة كقائد تنموي إعلامي مثلا قادر على نقل هاي الرسالة، ولكن ضمن المجتمع لابد أنك تشتغل على أنك تهيئ مجموعة من أو فريق أو فرق تعمل على هذا الكلام. طبعاً بدك تهيئ موارد بشرية معينة حتى تقدر تتفاعل معها وتفهم إيش هي التطلعات التنموية في هذه الدولة أو في هذا المجتمع، وتشتغل بطريقة ديناميكية تركز على إنه ما يتم فيها، إذا كنا بنحكي عن الاستهلاك على سبيل المثال، إنه ما يكون في استهلاك بطريقة يعني نمطية بتزيد من المشكلة، وبالتالي بدل ما نركز على الاستثمار في النوعية والكواليتي صرنا نتطلع على الصرف الإضافي واللي ممكن يعمل مشكلة في التوازن الاقتصادي والإنتاج بشكل مباشر. هلأ هاي إذا كنا عم نحكي من حيث الجانب الاقتصادي شباب، طبعاً ممكن نتطلع أيضاً على أدوار أخرى في الإعلام والتنمية اللي هي ممكن تكون لها علاقة على سبيل المثال زي ما قلنا في عملية التخطيط، اللي بيشتغل في التخطيط التنموي زي وزارة التخطيط على سبيل المثال إذا كنا بنحكي عن جهة حكومية مثلا، ومنلاقي إنه لابد أن يكون عندها الإعلام أو العلاقات العامة عندهم بتشتغل على نقل الرسالة بشكل مناسب، يعني الخطط الاستراتيجية اللي بيتم الاتفاق عليها من أجل أنه تحقق نمو متوازن في المجتمع بين كل قطاعات، لابد أن يعني يتم نقلها من خلال الإعلام اللي إذا بنحكي عنه الإعلام بطرق رسمية وبالأساليب العصرية اللي بنستخدمها. طبعا قطاع آخر ممكن نفكر فيه اللي هو القطاعات الصناعية، كمان ما في قطاع صناعي بيشتغل بيعمل في أي مجتمع أو بأي في أي دولة إلا ما إنه يحتاج لإعلام.
لانه ما حيتم اللي احنا اكثر شيء بنشوفها سائد اللي هي موضوع الدعايه يعني بنلاقي الدعايات اللي موجوده لا ما بتقدر حتى لما سواء بدها تكون للسلعه او للخدمه بتتم عن طريق هذه الدعايات خلينا نقول الاعلاميه التنمويه. طبعا يفترض في الاعلام التنموي انه ما يقدم شيء شباب الا يكون يعني فعلا مفيد ومناسب للمجتمع، واحنا ما عم نحكي انه يعمل دعايه تكون مضلله زي ما بتصير كثير من الدعايات للاسف مرات بنشوفها انها هي بتعطي صوره مشرقه ولكن هي فعليا يعني بتكون بتحدث مشكله كبيره على المجتمع لانه عم تعطي رسائل خاطئه وغير سليمه. طبعا في كثير من القواعد اللي ممكن احنا نفكر فيها او نسمع عنها في صناعه نقول الاستثمار والترويج إلها. فمثلا ناخذ واحده من هاي المقولات اللي بيحكي فيها واحد من المفكرين اللي هو فيليب كومز، بيحكي انه تعبئه الموارد البشريه لاي موضوع مش بس للتنميه والاعلام بتطلب قدر كبير من الاهتمام في التنميه الوطنيه نفسها. يعني إذا أنا بدأ أجيب موظفين بيعملوا على هذا الهدف التنموي لابد أنه يكونوا بيعرفوا بالتنمية الوطنية وبإيش السكان بيحتاجوا، شو الوضع، شو كيف لازم نوائم بينها وبين العادات على سبيل المثال. فبالتالي أيضا عندك مقولة ل يعني جون كونديف بيقول أنه ثورة التطلعات الصاعدة تتطلب قدر كبير من الترجمة إلى الدافع الاقتصادي. شو المقصود في هذا الموضوع؟ أني أنا لازم أركز ب أشوف كل دولة أو كل مجتمع شو الدوافع الاقتصادية اللي فيها، شو القوة المؤثرة في التنمية الاقتصادية اللي بخليها تقدر تعمل فعلا نقلة نوعية. فمثلا إذا إحنا بنحكي في التعليم بدي أفكر أنه شو المساق مثلا او الاضافات اللي بدي اشتغل عليها في التعليم حتى يكون في نقله نوعيه وتعليم جيد مثلا. فممكن اعيد النظر في حتى الخطط الدراسيه نفسها، فما بالك اذا عم بحكي كمان عن موضوعات بتتعلق في التنميه والاقتصاد. فانا بدي افكر في موارد بشريه يكون فعلا لها علاقه في الجانب التنموي اللي أنا بدي يعني أنشئه وأركز عليه. وهذا طبعاً ما بعطي بركز فقط على المعلومات، بركز أيضاً على موضوع القيم الأخلاقية واللي إحنا بنعرف إنه بالتربية مركز عليها من سن الطفولة، بس هلأ دور التنموي إنه يشتغل عليها في المجتمعات حسب الحاجات بعد ما يكون عمل تحليل سوات اللي سبق أعطيتكم عنه. وهذا التحليل اللي بفيدنا في انه نعرف شو الفرص، شو المهددات، شو الفرص المتاحه امامنا، ونشتغل بشكل يعني يهتم بالتعديلات الاساسيه اللي ممكن يتخذها التنموي في اي مجتمع. اذا انا هون بدي اركز على الاطلاع على ايش العادات والتقاليد، بدي ممكن اضطر اني احارب هاي العادات والتقاليد بس بطريقه تكون سلسه حتى اقدر اعمل جهد تنموي. لابد اني امتص واشوف الشعب شو بحتاج، اشوف الدوله وين عم بتخطط على المستوى الوطني حتى اختار بشكل مناسب. وبالتالي الاعلام التنموي هنا بيركز على نقطة كتير أساسية اللي هي الجانب اللي بنسميه إحنا الإمباكت، السوشيال إمباكت أو الأثر الاجتماعي للإعلام، اللي هو لابد أنه يركز على تحرير الإنسان بمعنى أنه عدم استغلاله من بالقيود المعروفة اللي هي العادات والتقاليد اللي ممكن يكون جزء منها بعض منها سلبي، بحيث أنه إحنا بالنهاية بدنا نشتغل على تنمية وطنية يعني نركز فيها على مش بس على المعرفة وعلى الإنتاج والخدمات واللي بنحكي عنها بنقدمها للأفراد، كمان على الجانب القيمي الأخلاقي حتى نبني مجتمع يكون قادر على التغيير ويعني متابعة خلينا نقول دعائم اللي هي مسميها الرقي والحضارة في هذا المجتمع. طبعا التنمية الوطنية بتشتغل على محاور كثيرة زي ما انتم بتعرفوا، فبالتالي لابد انه نشتغل اللي بيشتغل في الإعلام التنموي يهتم بما يسمى بالخطط التنموية الوطنية.
هذه الخطط اللي هي تعتبر خلينا نقول العنصر الأساسي فيها حسب ما قال ليرنر، اللي هو تكوين الشخصية العصرية. طبعاً أي مجتمع حتى يتفاعل بشكل جيد مع خطط التنمية لابد أنه نركز فيه على اللي بنسميهم هدول الشينج ايجنتس، اللي هن صناع التغيير أو سفراء التغيير، أو اللي هن الشباب المستقبل، اللي هن ركز على أنهم كيف ننمي شخصيتهم. وبالتالي إذا كنت أنت شخص معني أنك تشتغل على مشروع مثلا تنموي، بهمك تجيب الكادر تبعك أو الموارد البشرية اللي هن بتمتعوا بهاي الشخصية العصرية اللي بتكون متحركة غير جامدة مرنة. وبالتالي أنت بتشتغل على إشي يعني خلينا نقول بيضاعف هذه الحركة من خلال إذا كنت إعلامي، اللي هو موضوع الاتصال الجماهيري. فأنا في عندي شخصية إذا ديناميكية، وفي عندي اللي هو الفرد المتصل أو اللي هو مش أي متصل، المتصل الإعلامي والتنموي، والثاني اللي هو الموضوع الاتصال أو الأسلوب أو الآلية اللي أنا عم بستخدمها أو الأجهزة الاتصال المختلفة، اللي هاي بتضاعف لي شباب يعني خلينا نقول فاعلية العمل التنموي بشكل إنه يكون فعلا يؤدي إلى إنه نعجل في عجلة التنمية ونسرع في الإعلام حسب ما قال الباحث راو. وهذا الإشي بخلينا بنشوف هلا ليش بنلاقي التنمية في بلد يمكن في أفضل وضعها من بلد أخرى، مش لأنه الموضوع بيعتمد فقط على الخطط اللي حكيناها قبل شوي، كمان على الكادر البشري أو الموارد، وممكن على الأفراد، وممكن على حتى أجهزة الاتصال الجماهيري. وبالتالي هون بتصير في اللي بنسميها نوع من المنافسة على الأعمال، على الفرص المتاحة، حتى انه يعني نقلل من المشكلات اللي بتعاني منها بعض الدول، بانه يصير في عنا حوافز على سبيل المثال في المجتمع يتم الارتكاز عليها، حتى نقدر ننتقل يعني من خلينا نقول مجتمعات بسيطه تقليديه، ممكن تكون قرى تقليديه، حتى تصير يعني على مستوى قريه ناميه، او حتى يعني نتوسع بهذا المفهوم ويصير في ممارسة للنشاطات الاقتصادية بشكل أفضل، بشكل يعني يتصل بأهداف التنمية المستدامة. فبالتالي هاي العملية الإعلامية ممكن تكون محفز للتعليم. فبيقول هذا المفكر راو، بيقول المتعلمون قادرون على القراءة والحصول على الأعمال والتحدث في أشياء. وأهم إشي نركز على إنه كيف هدول المتعلمين، يعني فبالتالي محو الأمية هذا إشي أساسي قبل إذا بدي أشتغل على التنمية. في أنا كتاب عم بشتغل عليه هلأ شباب بيحكي إنه كيف التعليم هو بوصلة التنمية، فأنا إذا بدي أبدأ في أي مشروع لازم أركز على موضوع التعليم في البداية والتوعية، وإنتوا بالجانب الإعلامي تشتغلوا على موضوع الأشغال خلينا نقول، والأشياء اللي يعني بتعطي اهتمام أكبر لكل دولة اللي هي بتعطيها هيبة اللي هي التعليم. فبالتالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي اللي بتصير بتخلي بتجعل خلينا نقول التعليم أكثر جاذبية، لأني أنا ما بقدر أدول أشتغل على التعليم من دون تنمية اقتصادية واجتماعية، يعني بمعنى إنه كيف بدي يتعلم الأفراد إذا ما كنت ضامن لهم وضع اقتصادي جيد واجتماعي جيد. وطبعا هذا الاشي يعني فايس فيرسا زي ما بقولوها، التعليم الجيد بيقوم على تنميه اقتصاديه واجتماعيه مضمونه بشكل كفء، وحتى اعمل تنميه اقتصاديه واجتماعيه بشكل كفء بدي اضمن ايش؟ تعليم افضل. طبعا هذا الشيء بيتم يعني بحكي كلمه تعليم تشمل ابعاد مختلفه، ممكن جزء منها التوعيه والتثقيف خلينا نقول الإعلام التنموي في اللي بيركز على انتشار الإعلام المتعلق تحديدا بالتنمية، اللي بنسميه الإعلام الخاص بالتنمية اللي هو C4D Communication for Development اللي احنا حكينا عنه. وهذا المجال يعني بيتم يعني إعطائه علميا من خلال المساقات في الجامعات أو بالمدارس، إذا كانت المدرسة بيهتموا في هاي الموضوعات. إحنا مثلا في مدارسنا فقط في فروع معينة اللي بتعطي هذا الاهتمام على هذا الموضوع اللي هو التنمية. كمان المحاضرات الإعلامية التثقيفية التوعوية اللي بيشتغلها
سواء التلفزيون أو الإذاعة أو مشروع معين كيف بيعطي اهتمام للخطة الإعلامية له، بيعطي أثر كبير على هذا الموضوع. وأنا هعطيكم مثال في هذا المجال شباب. حتى جامعتنا خطة الإعلام اللي بتتعلق في التنمية على مستوى يعني الجامعة كيف اشتغلت على هذا الموضوع في الإعلام التنموي، فكمثال تطبيقي هأعطيكم إياه في محاضرة لاحقة. طبعاً الاتصال الجماهيري إذن بيشتغل على موضوع إنك تركز على الاتصال الشخصي أول إشي، كيف يتم يعني تواصله مع الأفراد في نفس الوقت تهتم في ما يسمى بالنهضة في المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً، وكيف إنه نعمل على يعني اكتمال هاي الصورة من خلال التركيز على عملية التفكير والإبداع في جوانب التنمية المختلفة. طبعاً لما بدي أعمل خطط أكيد بدي أركز على جانب خلينا نقول زمني في هاي الخطة. دائماً إحنا هعطيكم نماذج للخطط، هذه بس مقدمة كيف الخطة إذا بدك تعملها بدي يكون في إلها يعني تايم تيبل، مواعيد زمنية معينة، بدء ونهاية، وكيف أنت بتعمل على التأكد من أنه كل المعايير اللازمة موجودة في هاي الخطة. طبعاً هذا الكلام ما بيتم إلا من أجل يعني إذا بتعمل على التغيير بدك تفكر بإيش هي يعني الأدوات المناسبة للتغيير الاجتماعي. فوجدوا أنه يمكن أكثر إشي بيعمل تغيير تنموي، أثر تنموي واضح في المجتمعات المتقدمة، استخدام وسائل مختلفة من الأدوات الاتصال، منها على سبيل المثال الراديو والصحف ودور السينما والمسرح، حتى مش مكتوب هنا بس مثلا هاي كلها إلها أدوات يعني خلينا نقول أثر كبير شباب على إنها تعمل هذا التغيير في المجتمع وإحداث خلينا نقول نقلة في التحول الاجتماعي من يعني والاقتصادي من حالة إلى حالة. وبالتالي كيف المجتمع يعني خلينا نقول يستخدم الوسائل الجماهيرية هاي في خدمة التنمية الوطنية من خلال اللي احنا سميناهم وكلاء التغيير. وكلاء التغيير هون عم نحكي عن الاجتماعي لانه انت كتنموي اعلامي انت فعليا عم تشتغل مع المجتمع، عم تعمل على التغيير يعني الجانب الاجتماعي والثقافي والأخلاقي قبل ما يكون جانب يعني خلينا نقول المعنوي قبل المادي، وهذا الإشي طبيعي في عملية التغيير. طبعاً إذا بيصير المادي بيكون بتبعه خلينا نقول الجانب الثقافي والجانب المعنوي، لأنه التغيير في الجوهر عملية أبداً يعني مش سهلة، ولكن سهلة إذا فكرنا كيف من حيث تنظيمها ومن حيث التخطيط إلها بشكل مباشر. فبتصير تفكر أنت إنه إذا أنا بدي أعمل أثر معين شو الأجهزة اللي ممكن أستخدمها حتى تأدي هذا الغرض، هل هو أفضل مثلا بالإذاعة، هل هو أفضل بالفيلم أفلام سينما، هل هو أفضل بالمجلة أو أعرض هذه الفكرة بالتلفزيون، ممكن برياليتي شو مثلا اللي هو الواقع، يعني برامج اللي بتكون أكثر واقعية. هاي كلياتها بفكر فيها في أسئلة بفكر فيها كإعلامي تنموي من أجل إحداث هاي التغييرات، حتى أخلق يعني مزيد من المواطنين اللي هن بيكونوا منتجين وقادرين على التنمية. فبدي أفكر في إيش في الأفراد التنمويين اللي هن بيهتموا في وسائل الاتصال وبيكونوا قادرين على إنهم يعني يركزوا أكثر انتباههم على قضايا التنموية الموجودة في المجتمع. هلأ نقطة كتير مهمة أفكر فيها اللي هو موضوع اتخاذ القرار. ف بدي أتخذ قرار إذن شو هو النوع أو الوسيلة اللي أنا بدي أستخدمها في الاتصال، حتى أمرر معلومة أو أعمل نوع من التوعية لهدف تنموي معين عم بشتغل عليه وفق خطة تنموية معينة. وبالتالي هاي نقطة كتير مهمة أفكر فيها. فإذا كنت بحكي عن مجتمع مثلا مزارعين أكيد الوسيلة بدها تكون مختلفة عن بدي أثقف فيها جماهير إذا كانت مجتمع صناعي أو إذا كان مجتمع
من المثقفين مثلا المتعلمين، الوسائل حتكون مختلفة تماما اللي بدي أفكر فيها. فممكن أفكر في بالمجتمعات خلينا نقول البسيطة، إنه يكون في اتصال مباشر وفيس تو فيس، وأنزل للميدان أشتغل زي ما بصير في التنمية المحلية. إذا كنت عم بشتغل على مستوى دولي فممكن أجي أستخدم وسائل تكنولوجيا مختلفة، زي هلأ مثلا أنا عم بحضر، وعطيت بعضكم يمكن شارك في مؤتمرات عن بعد مع جهات دولية على مستوى الأمم المتحدة، على مستوى الورد بانك مثلا. هدول أكيد الاتصال بده يكون الجماهيري فيها باستخدام آليات مختلفة من بتختلف عن لو كنت عم بحكي عن مجتمع يعني بسيط أدواته يعني خلينا نقول التكنولوجية غير معقدة. هلا بالتالي أنا في الإعلام التنموي شباب، إذا بتتذكروا المرة الماضية حكينا في دراستنا لهذا الموضوع، إنه أنا بدي أركز على نظريات كثيرة ممكن أفكر فيها وأشتغل عليها، اللي هي قلناها المرة الماضية اللي هي إعلام نظرية ترتيب الأولويات، اللي هي بترتكز على، وهلأ حنحكي فيها كمان بالتفصيل اليوم والمرة الجاي، اللي هي أني أفكر في هاي الدولة أو هذا المجتمع شو هي الأولويات اللي لازم أركز عليها. هذا غالباً بيكون على رأس، إذا كانت دولة زي بلدنا مثلاً كتير مرات بيكون رأس الهرم خلينا نقول مثل جلالة الملك هو اللي معني في إنه مثلاً يعطي هاي التنبيهات أو الإشارات لرئيس الحكومة في إنه والله بنركز على الإصلاح الاقتصادي أو بنركز على الإصلاح الاجتماعي أو الأجندة السياسية، زي هلأ إحنا عم نشتغل على موضوع الانتخابات. زائد في نظريات أخرى كمان، موضوع اللي بيشتغلوا في الإعلام اللي هو حارس البوابة، إنه كيف الأشخاص يكونوا المعنيين في التنمية والإعلام التنموي يكونوا هن معنيين في إنهم يعني يتابعوا ما يتم إنجازاته على مستوى التنمية المستدامة، وكيف ممكن يعني إذا في أي أمور يعني خلينا نقول مندسة أو مشكلات ممكن تطرأ في المجتمع مثل اللي بتسم بسبب الإرهاب مثلا، كيف إنه يعني يتم غربلتها أو التأكد إنه يعني ما يكون في استخدام سيء لوسائل التواصل أو الميديا اللي ممكن أقدمه. فبالتالي الجهات الحكومية بتعطي ميديا سبورت مناسب حتى يكون الإعلام التنموي يشتغل بالشكل المطلوب. طبعا الإعلام التنموي إذا كان يعني متقدم في أي دولة بيشتغل على يعني خلينا نقول وسائل جديدة حديثة، بيستخدم التكنولوجيا بشكل أكثر. أكيد ما بينسى إنه التكنولوجيا هي الأسهل اللي بتسهل عملية الماس ميديا والتواصل الجماهيري حتى نعمل تنمية مستدامة في المجتمع، لابد إنه نصير في تواصل جماهيري بشكل أفضل. هلأ المرة الماضية يمكن حكينا عن هاي، بس للتذكير حكينا عن نظرية دانيال ليرنر وقلنا إنه كيف بيتم عملية التقمص الوجداني اللي هو قدرة على التخيل لحياة أفضل، اللي هو الهدف اللي أنا بدي أوصل له تنموياً. إنه تخيل إنه الأردن بسنة 2030 بده يصير مثلاً التعليم فيه مثلاً عن بعد بشكل متميز professional. فهذا اللي هو dream، يعني بتعمل vision لقدام من خلال الخطة التنموية وبتتقمص هذا الدور أنت اللي بدك تعيشه في هاي الحياة حتى تقوم بعملية التنمية. طبعاً إحنا قلنا المرة الماضية إنه في كتير أهداف بيركز عليها والإعلام التنموي، وخاصة إذا كان إعلام رسمي يعني مثل اللي مرات بيكون في الجرائد في الصحف اليومية أو بيكون في التلفزيون والإذاعة إذا كانت رسمية، كيف إنها تتبنى أولويات معينة في قضايا التنموية. هاي الأولويات اللي هي في التنمية المستدامة، كيف تركز على التفاعل اللي بيتم مع الأحداث التنموية أول بأول. يعني مثلاً إحنا هلأ بنركز على موضوع الصحة، والنقطة الثانية بنركز على موضوع التعليم مثلاً كأولوية في الأردن، والنقطة الثالثة اللي هي هلأ جايينا حدث مهم اللي هو موضوع الانتخابات. فهاي كلها أحداث تنموية كيف الإعلام لازم يركز عليها. فما بنفع أنا أحضر مثلاً نشرة أخبار أو برامج إعلامية في التلفزيون مثلاً إذا كان رسمي ما يتصدى لهدول الأحداث التنموية الأساسية.
أو إذا كان في حدث مثلاً بيتم التركيز عليه لأنه هلأ بيعمل مثلاً مشكلة معينة، لنفرض لقدام بدنا نلاقي مشكلات معينة بنواجهها بسبب الفصل الشتاء وكيف التعامل معها من قبل البلديات والشؤون مثلاً السكان والتعامل معها، خلينا نقول في أمانة عمان مثلاً وهاي الجهات المعنية في حل المشكلات في دائرة السير وهكذا. إذا هي خلينا نقول جهات معينة يعني بتكون معنية في هاي الجوانب التنموية لابد إنها تعالجها من خلال مساحات معينة في وسائل الإعلام، تترك لها سبيس في الإعلام بإنها تكون لها تغطية زمنية ومكانية، حتى زي ما قلنا كيف يتم التعامل معها حتى على أرض الواقع تيبوغرافياً. شو هي الوسائل اللي بدي أفكر فيها يعني نتعرف عليها من خلال القضايا التنموية المختلفة؟ فالإعلامي بفكر التنموي دائما لازم يفكر إنه كيف بدي يعني شو دور وسيلة الإعلام هاي في التغطية الإعلامية، أو شو الأساليب اللي ممكن أنا أستخدمها حتى أتفاعل مع الحدث التنموي بشكل أفضل، أو كيف ممكن مثلاً أوضح كيف وسيلة الإعلام هاي توضح جوانب معينة في التنمية بحيث إنها تبينها على حقيقتها، كيف بتم مثلاً استخدام ممكن يكون وسائل تكون مختارة بشكل أفضل حتى تغطي قضايا تنمية معينة، فهاي الوسائل كيف بتم عرضها، وين بتم عرضها، مين القائمين عليها، شو النمط الصحفي اللي أنا بستخدمه لا في هذه المعلومة وإحداث يعني المناقشة أحداث التنمية، كلها هاي قضايا يعني بفكر فيها الإعلام التنموي. هاي هي الأسئلة اللي أمامكم، نموذج من الأسئلة اللي بفكر فيها الإعلام التنموي، ممكن إنه كيف بدي أقدمها جرافيكياً، كيف بدي أعملها على شكل أخبار متناقلة، كيف بدي أتطرق ل خلينا نقول موضوعات التنمية بشكل إنه يأثر على الملكية مثلاً، وعرض القضايا بشكل أفضل للتنمويين. طبعاً بدي أركز على هنا مصطلحات معينة مثل الإخبار والتبليغ. هلا أنا المرة القادمة شباب بدنا نحكي، محمد تذكرنا إحنا نبدأ في المصطلحات اللي هي بصفحة 14 في هذا الملف، حتى نتوسع في المرة القادمة، وأترك هلأ هذا الوقت المتبقي إذا في عندكم أي أسئلة أسمعها منكم. خليني بس أعمل إيقاف للتسجيل شباب حتى أسمع منكم أي ملاحظات أو استفسارات شباب.